بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم ببرنامجكم برنامج كلينك لمركز الجراحة الألماني التخصصي. نطلع عليكم كل أسبوع مواضيع مختلفة ومتنوعة. اليوم بمركز كلينيكا جويل الوحيد بالكويت اللي موجود بمنطقة الشعب لكم أنتوا بالدرجة الأولى بكل ما يحمل هذا المركز من معاني مختلفة. اليوم هذا مركز كامل ومتكامل في عالم التجميل وعالم الجلدية وكذلك الأسنان، ومن منما يعرف جويل. جويل أنتوا أطلقتوا عليها وفعلا هي تستحق هذا اللقب لأنها امرأة تهتم بالامرأة بالدرجة الأولى، تحاول دائما أن تستقطب بهذا المركز كل ما هو جديد ومتطور من أجهزة حديثة بعالم الجمال والتجميل متوفر بمركز كلينيكا جويل. لذلك اليوم راح نطلق معاكم ومع ضيوفنا الكرام اللي راح نلتقي معاهم ونتكلم عن الجراحات التجميلية اللي تتم بعد عمليات التكميم وتحويل المسار وغيره، وأيضا تجميل الأنف، وراح نتكلم على موضوع الفيلر والبوتوكس، وراح تشوفون معانا أيضا في هذه الحلقة عمليات على الهواء، لكن مو عمليات يعني العمليات الصعبة، العمليات التجميلية راح تشوفونها مع ضيوفنا اللي راح نلتقي معهم. اليوم راح نلتقي مع دكتور محمد حمود جراحة استشاري جراحة ومن باريس، وكذلك مع الدكتور والبروفيسور بيتر هيرش وهو أيضا جراحة تجميل من ألمانيا. اليوم راح نلتقي معهم وراح نتحاور معهم وكل أسئلتكم راح نسألها المتعلقة بالرجال والنساء. حياكم الله. حياكم الله مشاهدينا. إذا الحين راح نتكلم معاكم عن العمليات الخاصة بجراحة التجميل والمتعلقة اليوم على عمليات التكميم الجراحة، وأيضا راح نتكلم على عمليات الشد اللي تتم، سواء الشد للوجه، الشد لليدين، الشد للأرداف. كذلك أيضا في إضافة مميزة لمركز كلينيكا جويل وهي عمليات التجميلية بعد أي عملية تقومون فيها، عملية التكميم وعملية تخفيض الوزن. هذه الأمور كلها والترهلات طبعا اللي تصير من تخفيض الوزن بالتأكيد، كل هذه الأمور راح أتكلم معها مع بروفيسور متخصص في هذا الأمر وزائر لكلينيكا جويل ودائماً متواجد هنا لكم أنتم بالدرجة الأولى. لذلك سعيد أن نلتقي معه في هذا البرنامج. اليوم ويانا البروفيسور بيتر هيرش وهو استشاري جراحة التجميل بمركز كلينيكا جويل. مساء الخير بروفيسور، وسعيد باللقاء معك. أهلاً وسهلاً فيك دكتور. شنو هي العمليات التجميلية اللي يتم إجراءها بعد العمليات الجراحية المتعلقة بالتكميم، المتعلقة بتحويل المسار وغيره؟ Well, after losing weight a lot, there will always be excess of skin. So if there is too much skin, it creates very typical deformities. So in there's batwing deformities of the arms, of the upper arms. بعد خسارة الوزن يكون دائما هنالك زيادة في الجلد، وهذا يسبب ترهلات في جميع مناطق الجسم مثل ارتخاء الجلد في منطقة الذراع العلوية والسفلى، الصدر، الفخذين، البطن والمؤخرة. This is a special field in plastic surgery where we help to correct this because body shaping. وهذه الترهلات تسمى العمليات التجميلية لشد ونحت الجسم، حيث أنها تساعد على إعادة بناء ونحت الجسم، لأن تشكيل الجسم بعد خسارة الوزن مهم جدا للرجوع إلى الحياة الطبيعية. طبعا هنالك أنواع من الجراحات التي يمكننا القيام بها مثل شد الجلد على الذراعين ورفع وشد وتكبير الثدي بسبب فقدان الحجم، ويتم شد الفخذ وعملية الحزام حيث يتم إذابة الدهون الزائدة حول الخصر. Which helps to lift up all the lower parts. جميل. بروفيسور يعني أبيك تشرح لنا أيضا بعد إذنك وتشرح للمشاهد الكريم شنو هي عملية الحزام؟ Well, the center of the body, which we call the belt, is the most significant part which suffers or has consequences from weight loss. عملية الحزام هي مركز منتصف الجسم
وهي من أهم المناطق التي تتعرض للمعاناة، حيث لها أضرار من خسارة الوزن. عندما يكون البطن بدين بشكل واضح ويخسر الوزن، فهنالك يكون زيادة في الجلد أكثر من المناطق الأخرى. وغالبا نبدأ الجراحة بعملية تسمى عملية الحزام، وهي مزيد من شبط الدهون وشد البطن وشفط وشد الأرداف ورفع وشد المؤخرة. جميل بروفيسور. الآن يمكن في كثير من النساء يعني يدور في بالهم، وخصوصا المتزوجات، أن عملية شد البطن بعد الولادة، بعد الحمل يعني يفضل شد البطن، وهل ممكن أنها تحمل مرة ثانية، وهل ستحتاج أيضا عملية ثانية؟ متى هو الوقت المناسب لعمليات شد البطن للمرأة الحامل؟ حسناً، يجب أن لا تكون الجراحة على أي امرأة حامل حتى لا يؤدي إلى عواقب جانبية. لذلك طبعاً بعد الحمل سيكون هنالك ترهلات مثل خسارة الوزن، ولكن هنالك تغييرات في الهرمونات التي يجب الانتظار لها إلى حتى أن تزول. قبل التخطيط لأي عملية جراحية يجب أن تكون بعد 6 إلى 8 أشهر بعد الولادة، قبل اعتبار أي شيء مثل الشفط وشد البطن. ولكن إذا كان هناك تخطيط لإنجاب المزيد من الأطفال، فالأفضل تأخير أي عملية إلى أن تتوقف عن إنجاب الأطفال. ما لم يكن هنالك تشوه خطير نستطيع القيام بالعملية الجراحية في أي وقت، ولكن يجب ألا تكون بعد الولادة مباشرة، بل بعد 6 إلى 8 أشهر بعد الولادة. ممتاز. الحين هذه المرأة الحامل دكتور، الآن المقبلين على الزواج، هل هناك جلسات خاصة، برنامج خاص للمقبلي على الزواج؟ Well, yes, that's a very common question. People ask for a wedding package or wedding prepare package. This is a question which normally aims at the beautician. You know, there are beauticians who do skin care and dermatologists, of course, they do skin care. نعم، هذا السؤال مشترك، والناس تسأل عن برنامج تجهيز قبل الزفاف، وهذا السؤال في العادة يوجه نحو أخصائيات البشرة. وتعلم أن هناك أخصائيات وأخصائيين في الأمراض الجلدية طبعاً، وهم الذين يقدمون العناية الجلدية وإزالة الشعر وكل هذه الأشياء. There's two answers to that question. One is wedding package is something for cosmetician and dermatologist. عندما يتعلق الأمر لإعداد العمليات الجراحية للزفاف مثل التخلص من التشوه، فيجب التخطيط قبل فترة. يجب القيام بالعملية الجراحية قبل سنة من الزفاف المخطط، لكي لا يكون هناك ندب وتغيرات تأخذ سنة كاملة. جميل. الآن بنتقل معك بروفيسور إلى محور آخر، وهو عملية شد الوجه تحديدا لكبار السن. هل لها جوانب سلبية؟ Well, yes, of course. Every surgery has a side effect. You leave scars after doing a surgery. However, in a facelift, the scars are very well hidden. They are hidden by the skin. طبعا أعتقد أن كل عملية لها أضرار جانبية والتي تترك أثر بعد العملية الجراحية، ولكن في شد الوجه فالعلامات مختبئة بجلد البشرة أو بالشعر أو في داخل الأذن أو خلف الأذن، والعلامات لن تكون ظاهرة ويكون التئام الجرح بشكل سريع. إجراء عملية الوجه لشخص متقدم في السن في هذه الأيام يختلف بشدة قبل 10 أو 15 سنوات. عندما نتقدم بالسن تصبح الخدود أضعف والجلد يترهل، نستطيع رفعهم، ولكن يجب إعادة بناء جلد الوجه، ونقوم بها في هذه الأيام خلال نقل الدهون، حيث أننا نشفط الدهون من مكان آخر من الجسم ويتم إعادة حقنها في الخدين لتصبح أكثر حيوية. هل ممكن تكرار هذه العملية على أعمار مختلفة؟ يعني هل ممكن إجراء هذه العملية أكثر من مرة وهي عملية شد الوجه؟ نعم، يمكننا القيام بشد البشرة بعملية شد الوجه مرة أخرى، ولكن في العادة الأسئلة التي يسألونها المرضى كم يستغرق من الوقت حتى تبقى نتيجة العملية. نعم، هي تبقى إلى الأبد، لأن ما تعمله لا يتغير ولا تستطيع الرجوع إلى ما كان عليه، ولكن التقدم في السن لا يتوقف، فيمكننا القيام بالعملية مرة أخرى. ممتاز. الآن الوقت المناسب بروفيسور من وجهة نظرك لإجراء أي عملية تجميل، ما هو الوقت المناسب؟ متى يتخذ القرار الشخص الذي يريد إجراء هذه العملية؟
you can have plastic surgery at any time of your life if there is a problem that you need to take care of. نعم نستطيع القيام بالعملية الجراحية التجميلية في أي وقت من عمرك. لا توجد أي مشكلة في ذلك. إذا كان هنالك مشكلة فيجب التخلص منها. لدينا بعض المرضى في السن المبكر ولديهم مثلا إصلاح في شكل الأذنين أو الأنف أو مثلا تشوهات في مناطق أخرى من الجسم. يأتي الكثير من المرضى للقيام بعملية شد الوجه وهم في أوائل 60 أو أواخر 50، ولكن في الأغلب الجراحة التجميلية يمكن القيام بها منذ الصغر إلى أن تصبح عجوز. طيب بروفيسور، من خلال لقاءاتك المستمرة مع مراجعين كلينيكا جويل الوحيد الموجود بدولة الكويت، من خلال احتكاكك معهم ولقاءاتك المستمرة وياهم، كيف ترى وكيف تقيم ثقافة المرأة في عالم الجمال، المرأة الكويتية؟ Well, I think that they are very conscious of beauty and very interested in beauty, but that's the same all over the world, I think. We can observe, all right? نعم، أنا أعتقد أنهم مهتمون في مجال الجمال، وأعتقد أنها كذلك في أنحاء العالم. فيمكن النظر إليها كذلك في أوروبا، ولكن الميول تتوجه إلى إجراء العمليات الصغرى التي لا تترك أثر للندبة. هنالك بعض المرضى يفضلون الأجهزة مثل جهاز التيرا أو الإبر. طيب بروفيسور، في بعض الأشخاص يعني يخشون العمليات، عمليات التجميل، فيلجأ إلى البديل وهي الأدوية للتجميل، بعض الأدوية، بعض العقاقير لأمور التجميلية. هل هذا لا يعني لا جانب سلبي؟ هذا بالفعل يعتمد على الدواء. فهنالك أدوية بعيار ثقيل مثلا لمنع نزول الوزن أو لمساعدة نزول الوزن، فلديهم عوارض جانبية، ولكن في الجانب الآخر الجمال شيء مهم للغاية، ويجب أن يكون هنالك غذاء صحي. ففي كثير من الأدوية التي يمكن إضافتها مثل الفيتامينات والمعادن المفيدة، ولا أجد أي أضرار من تناولها، ولكن إذا كان هنالك جرعة مفرطة في أخذ الأدوية فهذا قد يسبب العوارض الجانبية. أيضا نقطة أخرى دكتور، الوقت ما شاء الله سريع مع حضرتك بروفيسور بيتر، عملية شفط الدهون وإعادة توزيعها بالجسم نفسه، يا ترى أهميتها وكيف تتم يعني هذا الموضوع وش كثر تستغرق من وقت؟ Well, we try to use the fat that we gain, that we harvest through liposuction very often to improve the shape and the size in other areas of the body. نعم، نحن نحاول أن نستخدم الدهون التي نستخرجها عن طريق شفط الدهون في كثير من الأحيان لتحسين الشكل وحجم المناطق الأخرى في الجسم. يمكننا إيجاد مثلا شخص لديه ترهل في الثدي، فيمكن تحسين الشكل بواسطة نقل الدهون وإعادة حقنها، ويتم هذا بشفط الدهون من منطقة فيها زيادة في الوزن وإعادة حقنها في الثدي. يجب أن تنفذ بطريقة دقيقة جدا للحصول على نتائج جيدة. وأهمية هذا الشيء أن الدهون التي تم إعادة حقنها يجب أن تستخرج من خلايا الدم خلال فترة قصيرة، وإذا قمنا بإعادة حقن الدهون بكمية كبيرة في منطقة واحدة من خلايا الدم ومن ثم تختفي، وهذا أيضا من أحد الأسباب المهمة والتي تعتبر تحديا، أنك دائما تفقد بعضا من كمية الدهون التي تم إعادة حقنها، ومن الطبيعي أن يكون أكثر من جلسة واحدة للحصول على النتيجة المطلوبة، لكن الدهون تأتي عادة من إعادة حقنها أكثر من مرة، هي من نفس الخلايا الموجودة في الجسم وليس لها نفس الأضرار الجانبية التي يمكن الحصول عليها من السيليكون، ولهذا السبب عادة في أوروبا يتم التجنب من تكبير الثدي عن طريق السيليكون والميول نحو استخدام الدهون لإعادة حقنها لأي منطقة من الجسم. However, there is a special indication for it and you have to consider that. طيب دكتور، بعد العمليات في أن الأطباء يوصون دائما بالمشد
أن المرأة ترتدي هذا المشد. يا ترى بروفيسور مدى أهميته، مدى أهمية هذا المشد والفترة اللي يجب أن تقضيها وهي ترتدي هذا المشد، إيش كثر كيوم، كم ساعة باليوم، وكمدة أيضا لشهر، لشهرين، لثلاث شهور؟ So after liposuction, we normally make our patients wear a compression garment, mashad, as you say. And بعد عملية شفط الدهون في العادة يقوم المرضى بارتداء المشد، وهذا مهم للتخفيض من الانتفاخ بعد العملية، وهو مهم للحصول على شكل الجسم المطلوب. مدة ارتدائه فهذا يعود إلى المناطق المعالجة في الجسم، مثلا إذا كان الفخذين أو البطن معالج فيقومون المرضى بارتداء المشد إلى مدة 4 أسابيع. وهناك بعض جراحي التجميل ينصحون المرضى بارتداء المشد إلى مدة 6 أسابيع، ويجب ارتدائه صباحا ومساء في الغالب. وفي حال إزالة المشد لأسباب مثل الاستحمام أو العناية بالبشرة فيجب ارتدائه بعد ذلك. وفي الناحية الأخرى، إذا قمنا بعملية شفط الدهون في أسفل الذقن لا تستطيع أن تعطي المريض مشد لكي يرتديه لستة أسابيع، بحيث أنه يغطي من وجهه إلا إذا قام بإزالة ملابسه، وبهذه الأحوال يجب أن يرتدونه في الليل، وهذا يعطي النتيجة ذاتها إلى حد ما. بروفيسور بيتر هيرش من ألمانيا، شكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوة، وسعد جدا بلقائي معك، وأيضا شكرا لجميع النصائح اللي حضرتك قدمتها والإجابة على هذه التساؤلات اللي أغلبها تساؤلات الجمهور، فشكرا جزيلا لك. حياكم الله مشاهدينا، مستمرين معاكم ببرنامجكم برنامج كلينيك. الآن مشاهدينا راح نتكلم مع ضيفنا الكريم، نتكلم عن العمليات التجميلية والعمليات المتعلقة، هذه العمليات التجميلية اللي هي بعد نزول الوزن، يعني سويت تكميم، سويت تحويل مسار، في ترهلات، في عمليات تجميلية بعد اللي هي هذه العمليات، هذه اللي راح نتكلم عنها، ونتكلم أيضا عن شد الوجه، ونتكلم عن تجميل الأنف، وأمور كثيرة متعددة بعالم التجميل. يسعدنا أن نلتقي مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد حمود، وهو جراح التجميل بمركز كلينيكا جويل من باريس. مساك الله خير دكتور، حياك الله. مرحبا بكم في كلينيكا جويل. أهلا وسهلا فيك، شو صحتك؟ تمام الحمد لله، حياك الله. اليوم مسألتنا كثيرة دكتور، تفضل تحملنا. عاد لا، مرحبا بك، تفضل. حياك الله دكتور. اليوم شنو أهم العمليات التجميلية للمرضى من وجهة نظرك، يعني وخلال تعاملك المستمر مع المراجعين؟ طبعا عملية تجميلية لو نحكي بصفة عامة، نعم، أكثر شيء طبعا عملية شفط الدهون، بس ممكن احنا نقسم بعدين عملية تجميل حسب الجنس، ذكر أنثى، حسب العمر. ممكن في مرحلة 20 لـ40، بعد 40 لـ60، فهم. الأطفال عندهم عملية تجميل زاد الأذن الوطواطية، اي طبعا عمر 5 سنين هذا أكثر عملية تجميل للأطفال هي الأذن الوطواطية، فهم. بس بصفة عامة تكون عمليات الشفط، شفط الدهون. بعد عمليات شفط الدهون تجي عمليات اليوم، يعني صارت عمليات نقل الدهون بعد الشفط، صارت عمليات نقل الدهون لبعض المناطق من الجسم، الوجه، الصدر، الأرداف. بعد هذه ندخل في عمليات الشد، عمليات شد البطن، الصدر، وكذا وكذا. وفي مرحلة من عمر الصغار شوية اللي يكون الشباب، هو تجميل الأنف. تجميل الأنف للجنسين دكتور. للجنسين. طيب دكتور، عملية شفط الدهون هي لكل شخص، يعني لكل وزن، أم في أوزان معينة أو في حسبة معينة متعلقة بالوزن، الكتلة والجسم وغيره؟ لا، عملية الشفط عادة في لخبطة شوي عند الناس. نعم. على بالهم إنه الشفط هي عملية سمنة. إحنا ما نحكي على السمنة، نحكي على نحت. شفط هو نحت. ممكن يكون نحت صغير، منطقة صغيرة، ممكن يكون للذقن. شفط ممكن يكون شوية الأذرع، شيء بسيط نحت هو، فهم. ممكن يكون بطن، ظهر، في كتير مناطق، بس هو شكل مو بالوزن. ساعات المريض تسألني دكتور كم من كيلو، لا احنا ما نوزن، بس بالشكل نشوفه انه الشكل صار احلى. هذه هي العملية، عملية شفط مو عملية سمنة. في موضوع لعمليات تصغير الثدي، كيف تتم هذه؟ هل فيها خطورة؟ هل فيها مغامرة؟ هل تحتاج إلى عمر معين؟
إذا مرأة متزوجة غير متزوجة، يعني بهذه التفاصيل. صح. عادة عمليات الثدي والصدر بصفة عامة هي ثلاثة: تكبير، تصغير، شد. نعم. ممكن للرجال للنساء ذات. رجال الناس تستغرب كل عملية صدر للرجال كيف ليه؟ تضخم الصدر عند الرجال يكون يعني غدة، نشيل استئصال الغدة. ولا بعض الشباب اليوم في النوادي يحقنوا مواد وهرمونات وجروث وكل شيء، يصير تضخم، نعمل تصغير صدر للرجال هو استئصال الغدة. بس عادة لما نحكي عملية تصغير الصدر نقصد النساء بصفة عام. النساء في مرحلتين من عمر، في النساء لما حكيت لك المرحلة الأولى يعني 20-40 تصغير الصدر يكون عندهم عادة هو مثلا ناتج عن كبر في الغدة اللي هو سبب وزن يعني ثقيل على 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 المريضة، حتى مشاكل في الظهر وفي الأكتاف وفي اللحم، وهذه تكون عمليات تصغير يعني. وممكن تكون كمرحلة ثانية يعني تقريبا بعد 40-50 عادة يكون تصغير الصدر، بس يكون عادة معها عملية شد في نفس الوقت، لأنه نرفع الصدر لأنه معاه عوامل الزمن والترهل وجاذبية الأرض. نعم. الصدر ينزل لتحت كبير بس نازل، يصير يومتها عملية تصغير مع شد وشد. في الآخر شد وإلا من غير شد هي عملية تصغير. شو يعني تصغير؟ لما نعمل تصغير الصدر يعني احنا الصدر تكوين هو في غدة وفي دهون وفي جلدة. نعم. يعني الثلاثة أشياء هذه نشتغل عليها. يعني لما نعمل عملية تصغير يعني لازم نرفع للصدر، نصغر فيه من الغدة من الدهون، وآخر شيء هو طبعا الجلدة اللي هي تتسكر. حسب عملية التصغير يكون طبعا شكل الصدر وطريقة العملية. ممكن يكون تصغير صغير، أثار العملية تكون صغيرة مثلا منطقة إلا مرتبطة منطقة الحلمة. نعم. ممكن يكون تصغير متوسط، يكون أثار يعني منطقة الحلمة والسموها الفيرتيكال يعني المنطقة الأفقية العمودية. وبعدين ممكن يكون شد يعني تصغير كبير. لما يكون تصغير كبير يعني زي الخياط يعني لازم يتصرف الطريقة هذه. نعم. في الآخر لازم نعمله زي سموها احنا inverted T يعني. نعم. بالعكس يعني منطقة الحلمة والمنطقة العمودية مع منطقة أفقية اللي هي تكون هذا تكون الصدر. على حسب طلب المريض دكتور أم على حسب الحالة؟ في حالات اللي ممكن نتناقش فيها. إيه. تكون ما بين الاثنين. نعطي اختيار للمريضة. وزي طبعا لازم يكون الدكتور زاد مرتاح للتقنية هذه. نعم. متعود عليها. وفي حالات اللي لما حكيت لك لما تكون شد كبير لا ما عندك اختيار. نعم. لازم تكون مضطر يعني. اي ولكن فيه. يحتاج ايضا الى تكنيك معين ودكتور ماهر يمتلك الادوات يعني في عملية الشفط والشد والامور. طبعا لكل شيء لازم الانسان اللي عنده خبرة يعني. الخبرة مطلوبة في هذا المجال. طبعاً. بالنسبة للمرأة المتزوجة واللي عندها ابناء دكتور تعرف يعني الحليب وغيره هذه الأمور تؤثر لا تؤثر بنفس الموضوع؟ يعني عمليات التصغير في احتمال أنه تأثر على الرضاعة، في احتمال، بس هالاحتمال 100% مش ممكن نجاوب عليها، لأنه حتى من غير أي عملية ممكن مرأة ما بين حمل وحمل ممكن في فترة ترضع في فترة ما ترضع. يعني مو دائما راجع للعمليه، بس الاحتمال انه العمليه تاثر على الرضاعه طبعا موجود. تاثر على الرضاعه حتى لو كانت امراه مقبله على الزواج؟ ممكن مستقبلا ممكن يعني. ممكن كرضاعه ممكن. لانه خاصه مقبله على الزواج ما تعرف هي ممكن من اصلها هي ما مش ممكن ترضع حتى من غير عمليه يعني. نعم. فهم؟ هذه الاسئله دكتور وهذه المواضيع اللي قاعد نطرحها لي توعيه الناس. سوري في سؤال ثاني بس تسالني عليه على العمليه على الرضاعه والاحساس. الإحساس. إيه. الرضاعة ممكن تتأثر، الإحساس طبعاً ممكن يتأثر بس بنسبة ضئيلة ولفترة معينة. الرضاعة ممكن إنه ما مش ممكن ترضع. دكتور محمد كثير من الناس بعد تحويل المسار بعد التكميم بعد غير يعاني يعني معاناة كبيرة من الترهلات. صح. والبعض يعني يخشى ويخاف للأمانة إنه يقدم على عملية التجميل الجراحة التجميلية ما بعد نزول الوزن. صح. الترهلات هذه دكتور التعامل معها سهل أم صعب؟ كيف ترى؟ صح. وبصراحة يعني بعد البوم بتاع السمنة اللي صارت في العالم. صح. ها؟ إيه. والجنك فود والأمور، بعدين صار الحل السمنة أنه منها عمليات التكميم. نعم. وتحويل المسار، وبعدين اليوم صار في البالون، وبعدين في هارد دايت، في كتير الرماء. بس كل الأشياء هذه عنده أنه يصير نزول وزن سريع في فترة قصيرة. صحيح. نزول الوزن السريع في فترة قصيرة يصير انه الجلدة اللي كانت كبيرة على مكان صارت فاضية ما ترد،
فيها حدود رد الجلد، ما ترجع كل شيء، يعني ترجع للجسم صحيح. صار المحتوى صغير والحاوي كبير ما عاد الجلد تصير ترهلات في كل المناطق. ممكن نقول وجه، ايدين، صدر، بطن، ظهر، اي مكان، بعدين حسب المنطقة اللي كانت مليانة اكثر بالدهون. المشكلة هذه عملت تشالنج على جراحة التجميل بعدين. لأنه الناس بعد ما حل مشكلة السمنة دخل في مشكلة ثانية صحيح. ترهلات هذه، وصرت حاسس نفسي أنه كبير وما بعرف شو وما بلبس. جراحي التجميل مع السنين تقريباً 15-10 سنين هي وإن صارت اللحظة هذه، زي ما تعلموا من جديد تعلموا من جديد في عمليات اللي نسميها اليوم بادي ليفت. بادي ليفت يعني عمليات الشد بصفة عامة. تعلمنا شيء جديد زاد انه مع الترهلات هذه والتكميم ولا شيء، انه نوعيه الجلد نفسها مو زي المريض الثاني، لانه في نقص بالكولاجين، نقص بالبروتين، نقص في بعض الفيتامينات عند المرضى، تعافي مو نفسه كل شيء. النزول الوزن والترهلات يكون شامل، يعني لازم المريض مثلا من الاول انه نعمل احنا برنامج، انه مثلا اولويات، هل صدر، بطن، بطن، ظهر، هل ارداف، وجه، فهم؟ يعني العملية دكتور ما هي بسيطة. صح. عملية صح. فيها أجزاء وفيها نقاط، وين ابتدي وين انتهي. صح. وأنت أساساً جسمك ماذا فاقد من معادن ومن فيتامينات. صح. وغيره. صح. صح. يعني تجهيز كامل قبل وبعد العملية، أمور. صح. كثيرة. وأيضاً من ضمن الأمور المهمة، من هم الأشخاص اللي ترفضون علاجهم، شنو هي الأسباب؟ بعد ما نكمل أيضا عملية الترميم أو عملية الجراحة التجميلية بعد للترهلات، لكن بعد فاصل دكتور. عندي فاصل الحين لازم أقول فاصل مشاهدينا وراجعين لكم، لا تبعدوا. دكتور محمد حمود، جراح التجميل بمركز كلينيكا جويل خريج باريس، تكلمنا قبل الفاصل دكتور على مراحل الجراحة التجميلية للترهلات. دكتور شرحت لي أشياء كثيرة، لازم نعرف الشخص فيتاميناته وأي منطقة نبتدي، يعني معناته راح يدخل في كذا عملية جراحة تجميلية. طبعاً مرة واحدة أعطيتك الأمور بصفة شاملة، يعني نعم. ممكن تصدمت شوية. لا شو، الحمد لله نحن اليوم نوصل على نتائج يعني أكثر من رائعة. فهم؟ طبعاً هو أهم شيء بعد ما عملية التكميم ولا بتحويل مسار، أنه يصير وزن المريض ثابت. نعم. مو بعد العملية شهرين نزلت 10 كيلو جي على طول جراح التجميل. فهم؟ كون يعني خلاص مرت أقل شيء 6 أشهر العملية لسنة، صار وزن ثابت وكل شيء يعني تام، ومتابعة الأشياء الثانية مع الجراح الأول، يعني هو بتاع التكميم والأمور فيتامينات وخصة التغذية وكل شيء. بعدين صار دور جراح التجميل يومتها. طبعا احنا نحكي في ناس يخسر 50 كيلو، في ناس يخسر 20 كيلو صحيح. في ناس عمرهم 20 سنة، في ناس عمرهم 50 سنة صحيح. يعني يختلف، في ناس عندهم تركيز الدهون كان إلا في منطقة البطن، في ناس لا شامل، يعني يعني مو نفس الشيء لكل الناس. فما في ناس محتاجة إلا عمليات بطن وشي بسيط في أذرع مثلاً، فما وتكون جسمها متعافي ما عنده أمراض ثانية طبعاً، مثلاً زي السكر ولا دم ولا أشياء ثانية. والله والله دكتور أنا مستمتع جداً بأنك أنت تنظر لكل هذه الزوايا، فهذا شيء جميل يشعرني بالراحة الصراحة. طبعاً. أنا كمراجع ولا كمان تتابعني أرتاح الصراحة وياك. هاي. هو طبعاً. بأيدي أمينة يعني. إن شاء الله. طبعاً هي بعض الناس تنسى إنه جراح تجميل قبل كل شيء هو دكتور يعني. صحيح. صحيح. يعني نعم. دكتور وبعدين نعم. تجميل. نشوف الأمور هذه ونعمل الفحوصات ولو أي أمراض ثانية زي ما حكيت لك نعالجها. بعدين نعمل برنامج حسب رغبة المريضة. مو ساعات مثلا الدكتور يشوف انه محتاج عملية اذرع وصدر وبطن، بس المريضة لا، هي شايفة انه مشكلتها في البطن مثلا. خلاص يعني هي الامور في الاخر، في الاخر امور شكلية وامور نفسية يعني. فهم؟ ممكن اجراها بوقت واحد يعني عملية واحدة ام تحتاج الى ممكن نعمل اثنين ثلاثة عمليات في مرة واحدة، ممكن نبرمجها يعني حسب الحالة طبعا. جميل. يا جماعة اللي عنده اي مراجعة يجي عند الدكتور مباشرة. والله راح ترتب هذا الحوار، نايكم عن الحوار اللي يصير بالفاصلة طبعا. دكتور محمد، ايضا الناس الحالات المرضية اللي ترفضون علاجها، وش الأسباب اللي لأي سبب أنت ترفض علاج هذا الشخص؟ طبعاً مو أي واحد يجي يعمل استشارة وطالب عملية إحنا أوكي يعني ننفذ، مو منفذين، إحنا نشوف ممكن
كثير اسباب. الناس تستغرب انه نص مثلا المراجعين، مو نص بس في عدد، انه انا مو مقتنع ولا برفض العمليه. مثال السبب كثير اسباب، مثلا تكون وحده عامله عمليه الانف 3-4 مرات وتجي كمان طالبه عمليه، وانا مو شايف انه محتاجه والا العمليه تعطيها الشيء اللي هي على بالها. ممكن تسيل المريض نفسه، ممكن طبعا لانه العمليه الاولى الثانيه بس الثالثه الرابعه دخلنا في مشاكل العمليات. ايضا اسم الدكتور مهم، يعني ما يقدر انه يغامر في عمليه. في بعض الناس مثلا يطلبوا طلبات مو معقوله، مثلا تجي واحد يحب يتغير شكله على شكل فنانه ولا ما بعرف. صور معاهم دكتور؟ في حب زي فلانه الفنانه المعروفه الفلانيه ولا كذا. نعم. يعني التشبه بالناس الثانيه. نعم. مشكله، يعني هذه مش ممكن ان نوافق عليها، فاهمه؟ نعم. في ناس اللي يكون مثلا صحتهم ما تسمح بعملية مرة، مثلا جيك واحدة على بطنها كبير في نفس الوقت عندها فتاق، عندها مشاكل ثانية مرضية وسكر وأشياء، وضغط وضغط وكذا، وعلى بال عملية يعني زي يلا هروح عملية. لا، لازم تنظم هذه العملية، تنظم ويوم اللي تكون جاهزة للعملية التجميل ممكن، فهم يعني مو أي واحد. فتحت لي محور دكتور جدا مهم. الآن الإنسان اللي يعاني من مرض السكر، اللي يعاني من ضغط الدم، يأخذ أدوية للقلب وغيره، يعني هل ممكن يجري هذه العمليات؟ طبعا طبعا. بس في حالة أن ننظم هذه الأمور، بس طبعا طبعا لازم إحنا نكون كل يعني هي عملية تجميل دايما في الآخر، في الآخر إحنا عملية شكلية مو مرض. يعني مو احتياج. المريضة ما شاء الله تجيس صحي بعافيه وتطلع ان شاء الله بصحي وعافيه احسن من الاول، فاهم؟ نعم. يعني احنا لازم نكونوا في مناطق الامان. نعم. علشان نكونوا في مناطق الامان فحوصاتنا تكون مضبوطه قبل. نعم. العمليه. ما نتسرع في العمليه، لانه ساعات الفحوصات مضبوطه بس نفسيه المريضه ساعات مو مستعده لعمليه كبيره مثلا، والا انها طلبها يومتها انه زعلانه مع زوجها عملتها زي عمليه وهي مو اصلا مقتنعه. يعني هذا الكلام ينطبق ايضا على الرجال نفس حتى لا تتكلم اسمها ايضا الرجال نفس الشيء. انا باخذ كثير من وقتي مع المريضه او المريض، عاده المريضه بس حتى المريض. نعم. قبل العملية بختي رخت بحكي معاه وحاول بفهم شو نفسيته، شو وضعه الاجتماعي، وضعه جميل. النفسي لأنه مهم. جميل. الشيخوخة. في بعض الناس مو مقتنع يعني بشكل، لكن البعض الآخر يرى بأن لا يا أخي أنا التجاعيد اللي موجودة في شكلي يعني أكبر من عمري. كيف يتم التعامل معها دكتور؟ الشيخوخة من أول الإنسان وهو يحارب في الشيخوخة يعني. من الفراعنة وكليوباترا وجماعة إكسير الحياة يبحثون عن طبعا طبعا يعني بس جراحة التجميل بصفة عامة من أكثر الاختصاصات الطبية اللي استفادت من تطور الطب والتقنيات بصفة عامة، يعني التقنيات الرقمية والآي تي وكل شيء. اليوم الحمد لله احنا الجراح صار عنده يعني كثير وسائل أجهزة طبية أجهزة تقنية تساعد، منها أجهزة الوسائل الجراحية اللي تطورت، حتى الجراحة تطور نفسها. صحيح. تقنيات يعني. صحيح. مع الخبرة مع وكل طبعا شيء يذكر كل هذه التقنيات متوفرة بكلينيكا جويل، موجودة أحدث التقنيات الطبية في العالم الحمد لله. نعم. يعني مركزنا مركز شامل معها، مع الجراح، مع في دكتور الجلدية، مع دكتور الأسنان، كل ما يخص التجميل احنا. نعم. طبعا التجميل. نرجع للشيخوخة. اليوم جراح التجميل عنده أدوات يتعامل معها. لو مثلاً تجاعيد صغيرة والناس صارت حساسة على فكرة لأنه. نعم. العصر تطور. صحيح. ممكن قبل الناس 50-60 ولا تجاعيد ولا حد يلاحظ، اليوم لا، من 20-30 أول علامات يجي نفسياً ومرتاح. إيه. صارت عنا بوتوكس. نعم. طبعاً بوتوكس. لا، شوية فراغات والابتسامة ودكتور تعبئة. وكذا تعبئة فيلر، فهمة؟ تراها الصغير دكتور هوني أجهزة عن الإلثيرة والهايفو والأشياء زي هذه. لا، مثلا دهون تجمع الدكتور وكذا شفط، فهم؟ ليزر شد، يعني هذه. والشيخوخة احنا يعني الشغل جراح التجميل هو السمنة والشيخوخة بصراحة. في يعني أيضا حالات تمنع من هذه إجراء مثل هذه العمليات دكتور، لشد الوجه وغيره للتجاعيد تمنع لو زي ما حكيت لك يعني من الاول، بس نفس اذا 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 امور مرضيه والا طلبات مو معقوله ولا امور نفسيه طبعا.
زراعة الشعر. كثير من الناس يبينهم زراعة شعر. أنا مقتنع يعني. طيب هل الزراعة دكتور يعني مدى جودة هذه انصح التعبير الشعيرات هذه؟ الجودة عمرها الافتراضي؟ زراعة الشعر طبعا تطورت كثير زي ما حكينا انه التطور الواحد وتطور الطلبات زادت كانت في الاول رجال والصلع اليوم صارت نساء ولحية وجفون وشو اسمه حواجب وكل شيء يعني زراعة بصفة عامة يعني نحكوا على زراعة الشعر الطبيعي لانه في الشعر مو طبيعي هذا مو ما يخص نحن زراعة الشعر الطبيعي هو استئصال الشعرة اللي هي احنا نحكي على البصيلة نفسها لانه الشعرة نفسها تموت بس نعم. البصيلة هي لتعود تعيش على طول بس البصيلة هذه في بصيلات مبرمجة انه تعيش حياة الانسان نعم. في بصيلات مو مبرمجة انها تعيش حياة الانسان فهم؟ بصيلات اللي هي مبرمجة تعيش حياة الانسان هي بصيلات في المناطق الشعر الورا البنك اللي يسمونه البنك هذا الورا فهم؟ علشان هذا لما ناخذ احنا شو اللي يصير هو يصير مثلا انه واحد عمره في بدايه العشرينات من اول عوارض الصلع وهو نشوفه مثلا عائلته من عائله الاب والام عندهم صلع كامل مثلا وراثي هو من اول يجري الاول دكتور عمل لي زراعه ياخذ له شويه زراعه من منطقه اللي هي اصلا مبرمجه انه تقع ماخذها من المنطقه الاصليه وزرعها في مكان البصيلة هذه طبعا هي نفسها مبرمجة يعني هذه بصيلة عمر افتراضي وتنتهي هذه في الآخر زراعة مو ناجحة مثلا أوكي ممكن زاد كأنه لأنه زراعة الشعر فيها اثنين تقنيات كاستئصال البصيلة كزرع البصيلة نفس التقنية بس كاستئصال فيها نوعين في أنه ناخذ الشريحة كاملة من وراء بعدين تقطيعها بعدين ناخذ شعرة ونزرعها في المناطق الأمامية وفي التقنية الثانية اللي هي الـ FUE إنه ناخذ شعرة وبعدين نزرعها شعرة حسب طريقة القص خاصة التكنيك متاع الشعرة الـ FUE لأنه هي عملية نوعا ما عمياء شوي لأنه الجراح ما يشوف البصيلة لداخل لو هو ما عنده الكفاءة اللازمة والتريننج اللازم وستاف يكون ممكن هو على باله خذ الشعرة بس هو ضرب البصيلة في نصها فهم؟ زرع 2000 شعرة بس نصهم إلا الشعر البصيلة نفسها مو موجودة فهم؟ ما تثبت يعني هي طريقة استئصال دقيقة على الآخر متعبة على فكرة بالساعات دكتور اسمعنا بالساعات بالأربعة بالستة ثمانية ساعات ممكن احنا المريض نعمله على مرحلتين يعني 4 ساعات اليوم 4 ساعات لبكرة كل شيء حسب الصلع يعني طبعا جميل بنتقل إلى ملف آخر تفضل شيء بالزراعة ولا انتقل إلى ملف لا آخر لا تفضل ملف أيضا وهو مهم جدا وأسأل الله يعافي الجميع يا رب ولا يتعرضون لمثل هذا الأمر ولكن قد يتعرض للصغير والكبير والشاب وهي الحروق دكتور طبعا تسبب أزمة نفسية للإنسان وخصوصا إذا كان صغير بالسن لما يكبر يتمدد هذا الجلد وين حاب تبتدي بالحروق وتنصح الناس فيها صح الناس تنسى ساعة أنه جراحة التجميل هي في الأصل جراحة تقويمية ترميمية تجميلية كلها مع بعض نسوا التقويم والترميم وركزوا على التجميل فهمت نعم يعني تقويم على التشوهات والترميم على لما لا قدر الله الحوادث والسرطان والحروق نعم الحروق طبعا فيها حسب درجات نعم. الحروق فيها يعني العمق الحرق اتساع الحرق ومناطق الحرق ممكن في الدرجة الأولى الثالثة ومنطقة مثلا في الوجه مو زي الرجل مو زي المناطق المفاصل اللي هي مناطق مهمة وكل شيء مناطق اللي هي بارزة للناس مو زي المناطق كذا تدخل جراحة التجميل هو الحرق في الفترة الأولى يعني بداية الحرق يعني ما يتدخل جراحة التجميل هوني تدخل الإسعاف لما يصير الأمور الإسعافية بعدين تدخل جراحة التجميل مثلاً ممكن إنه يغطي المناطق المزروعة ممكن إنه نوع من الجلدة هذه الجلدة اللي هي ميتة إنه جراح التجميل يشيلها ويعمل زراعة زراعة جلد مثلاً يأخذ أما يأخذ من منطقة ثانية أما يأخذ جلد ثاني من برا ولا في تقنيات كتير يعني فهم يعني ممكن إخفاءها دكتور يعني تساعد نفسية الإنسان إنه يصير هذا الأمر شيء بسيط حسب الحالات ممكن نحسن فيها تتحسن تتحسن يعني. طريقة
كبيرة. بعجالة دكتور، الصغير اللي تعرض إلى حرق تنصح بأنه من البداية يعملوا له هذه الإجراءات أم يتركونه إلى أن يكبر في السن؟ لا، لازم يكون متابعة من البداية. من البداية. بس التدخل الجراحي ممكن يتأخر، لأنه من البداية ممكن مثلاً زي ما حكيت لك إنه هي حرق يكون منطقة قريب من المفاصل. نعم. لو ما تدخل جراحي من الأول يصير بعدين مشاكل على المشي مثلاً وعلى لتكوين العظام. معقولة دكتور؟ أي طبعاً طبعاً. لأنه الجلدات تكون ماسكة. أيه يصير ما تتحرك مثلاً الركبة يصير. نمو الرجل هذه مو زي نمو الرجل هذا لأنه في شيء ماسك، فهم؟ على النفسية تأثر على الطفل، فهم؟ جميل دكتور محمد، الحوار جدا ممتع معك ومواضيع كثيرة. الآن إلى الآن ما تكلمت في عالم الفيلر وعالم البوتوكس وهذه المواد وطريقة الحقن والتكنيك والأمور، هذا كله ما راح أسألك فيه، لكن راح نشوفه أنا وياكم مع دكتور محمد الآن إن شاء الله بعد الفاصل. راح نشوف كيف تتم هذه العمليات التجميلية. صح، عمليات تجميلية اسمها؟ هي تجميلية. إيه؟ عمليات تجميلية. راح تشوفون الدكتور بنفسه كيف يقوم بهذه العمليات، وهو اللي راح يشرح لكم بعد الفاصل. شكرا دكتور. شكرا مشكور. بعد الفاصل خليكم مع دكتور محمد. أول موديل اليوم نحقنه نعمل البوتوكس لمنطقة أعلى وجه الجبين للخطوط التعبيرية. ارفع حواجبك لفوق، لفوق حواجبك، أوكي، شد على حواجبك، شد لتحت، شد لتحت، زي هذا، أوكي، اضحك، اضحك. هذه الخطوط التعبيرية لإحنا مادة البوتوكس ترتخي وبعدين تعمل لنا عملية الشد لمكان هون. برسم أول شيء المريضة، شد على حواجبك لتحت. بوتوكس مادة ترتخي بها العضلات. نشتغل احنا على التعبير، علشان هذا المهم انه نشوف لما نرسم كيف التعبير المريضة. ارفع حواجبك لفوق، اول مكان هون، نفتح الحاجب بس ما نرفعه كتير على ما الشكل يبقى طبيعي. البوتوكس او البوتوليوم توكسين ما يشتغل الا تدريجي من رابع خامس يوم، على ما النتيجة تصير حلوة لازم أقل شيء أسبوع على أسبوعين. فهناك شوي عملية ضحكة يعني حلوة. أوكي. في عنا شوية خطوط تعبيرية تحت الجفن نفسه، بعدين في آخر عملية بحق نطفة بسيطة يعني هون. هذه المناطق اللي نحقنها احنا اليوم بمادة البوتوكس. نبدأ معها تدريجي. نبدأ منطقة دائر لاين. طبعا لانه نشتغل على العضلات لازم دائما يكون عضلات متوازنه زي الشمال زي اليمين، الا في حالات خاصه يكون في بعض لا قدر الله بعض الشلل او بعض العيوب خاصه. هذه على ما تشيل خطوط الوسط اللي هم هذا والخطين من الوسط، يرتخي العضلات تصير زي هذا. بعدين تبقى الا الخطوط الفوقيه في الجبين لفوق. ارفع حواجبك لفوق، هي الخطوط هذه. اوكي، نبدا من اخر الحاجب. كل القسمه تاخذ ربع ساعه يعني، بعد اسبوع تكون النتيجه، لمده بعدين 3-4 أشهر 5 أشهر حسب المريضه. منطقة الجبين يبقى آخر شيء اللي هو تحت العين، شيء بسيط علشان يفتح شوية العين ويشيل الخطوط الصغيرة اللي هي في الجفن السفلي. شوف لفوق، شوف لفوق، ما تتحرك، شيء بسيط. الموديل الثاني اليوم نحقن لها مادة الفيلر، يعني ملأ، نعمل لها ملأ لأعلى الخدود اللي هي عظمة الخد زي جوما، المكان هذا والمكان هذا، علشان يعبط شوية الوجه ويسحب شوية، نعمل شوية ليفتنج. بعدين نعمل كونتور شفايف وملأ شوي للشفايف على ما نزيد نرسمها أكثر شوي. أوكي، نبدأ بالخد الشمال، لف لعندي شوي. أوكي، مادة هيد حوام الفواكه فيلر ياليرونيك أسيد، والشي اللي نستعمله مو إبرة، هي كانولا. الكانولا فليكسيبل، ما توجع، ما تسيب كتير علامات، بس لازم في الأول نعمل فتحة صغيرة في الجلدة بإبرة صغيرة. يعني بحقن نص سيرنج وبعدين نعمل تقييم، نشوف مع بعض
هل محتاجة زيادة أو لا؟ أوكي، هولي شايفين إنه نص سنج يعني نص ملي شمال مقارنة باليمين، هذا مو مرسوم. يكفيها هذه، مو محتاجة أكثر من هذا، شيء بسيط لأنه شكلها حلو. طبعا ممكن نوزع المادة طبعا مو إلا عظمة الخد، بس لتحت شوية على يكون الشكل متناسق وطبيعي. تقريبا حقنا ملي في شمال هذا مقارنة بالمنطقة الثانية، ونسيب نحقن اليمين، وبعدين انه في تعديل شمال يمين. اوكي، نفس البروسيجر، نفس الشيء نحقن منطقة دخول منطقة ملأ، لأنه الثانية مو إبرة، عشان هذا لازم فتحة صغيرة. بعدين نستعمل الكانولا. هي عظمة الخد لازم تكون دايما من أعلى الخد، من هون لا نص الخد. مادة هذه تطول تقريبا 6 أشهر إلى 9 أشهر. تقريبا حقنا نفس الكمية شمال يمين. ساعات في اختلاف ما بين الشمال واليمين في وجه المريضة نفسها، عشان هذا نشوف مع بعض هل محتاجة زيادة، هل محتاجة تعديل ثاني. ساعات في بعض البيشن عمرهم حد الأنجل اللي يسموها الناس شوية تكساس، هوني حسب شكل المريضة يعني. هوني أعلى الخدود شايفين مع بعض، صارت الرسمة من هون. مع الوقت أسبوع كمان تصير أحلى، ومع الميك أب لما تعمل الزيت تعطي شوية شادو هون يكون أحلى معك. أوكي، هي وجهها ناعم، مو محتاجة كتير خدود يعني، إلا نزيد نرسم عظمة الوجه. أوكي. أوكي، بعدين نمروا للشفايف. شفايف فراسك نعمل شوية رسمة للكونتور، نبرز شوية كونتور شفايف، وبعدين نعطي شوية فوليوم لتحت شوية ولأعلى شوية على ما تزيد الضحكة تفتح الشفايف لبرا. في بعض الناس نستكفى عندهم إلا بالكونتور، مو محتاجين ملأ، حسب الحالة. منطقة شفايف منطقة طبعا كلها شرايين، علشان هذا أقل شيء يبين شوية الدم، وبعدين يتورم على السريع، بس خلال أسبوع يكون الشكل طبيعي وحلو. أوكي، رسمنا أسفل الشفايف، نرسم شوية أعلى الشفايف على يكون تحديد مع بعض متناسق مع بعض. في بعض البيشن بزيد نرسم زادة أعلى الشفايف في المنطقة هذه، بس هي مو محتاجة لأنه حلوة عند الرسمة أصلا. هلا عملنا الكونتور لفوق لتحت، بزيد شوية فوليوم لتحت وشوية فوليوم فوق، مو محتاجة كتير. نتحسس شوية المادة، نشوفها لو هي متوزعة هذه. أوكي جود، وشوية من فوق علشان تكون متناسقة مع بعض. الشفايف مهم كتير انه نعمل مساج، شوية مساج خفيف. هلا بنوزع المادة، بنحس بالمادة متوزعة بنفس الطريقة الطبيعية، ما تتجمع في مكان معين يعني، لانه الشفايف منطقة حساسة، منطقة تتحرك تبين اي عيب صغير فيها يبين. حلو، بعدين لما يروح التخدير وشوية الورم يصير حلو. اوكي، خلصنا مع الموديل الثاني. شكرا دكتور محمد حمود، تعبناك معانا اليوم. اسئله وشفتوه على الهواء معانا شلون قام يقوم بالاجراءات، العمليات قاعد تشوفونها فيلر وبوتوكس. الان راح اترككم مفاجات كلينيكا جويل مع مديره هذا المركز ندى صبحي، نشوفها. مساء الخير اعزائنا المشاهدين، مفاجاتنا لشهر اكتوبر عروض خاصه تصل الى 25% على كافه خدمات التجميليه والجراحيه والاسنان. ومفاجاتنا الكبرى لشهر نوفمبر زيارة البروفيسور بيتر هيرش وزيارة البروفيسور كلاوس برايتر والاستشارة مجانية. القرار بالتأكيد عندكم أنتم بالدرجة الأولى، إحنا دورنا في هذا البرنامج نقدم لكم الأساتذة والأطباء المتخصصين في مجالهم، نطرح عليهم تساؤلاتكم. في النهاية القناعة لكم أنتم بالدرجة الأولى، وين تروح لأي مركز والدكتور اللي ترتاح معه. أعتقد أني حاولت قد ما أقدر أسأل تساؤلاتكم، لذلك اليوم وصلنا معاكم الحين ختام هذه الحلقة من هذا المركز الجميل كلينيكا جويل الموجود بالشعب وهو الوحيد بالكويت. نشوفكم على خير إن شاء الله بحلقة أخرى مختلفة لمركز مو لأي مركز، لا، لبرنامج كلينيك لمركز الجرار الألماني التخصص. تصبحون على أمن وأمان، صاحب الأبدان وعالم جميل. إلى اللقاء.